منذ تأسيسها كانت الخدمات الطبية الملكية صرحاً شامخاً نباهي به العالم، وكانت دوماً لأبناء الوطن وبناته الدواء ومقصد من احتاج منهم الشفاء، فيها ما قل نظيره من عقول وما تفرد في مهارته من سواعد يحملون هم كل من استجار بهم من سقم ويواصلون لأجلهم ليلاً بنهار، لا يكلون من تعلم وتطور حتى بعلمهم في أسمى المراتب الأردن نصار، في شتى الحقول كانوا رواداً أوائل وكانوا لغيرهم القدوة والإلهام، شغفهم الإبداع والابتكار، وهم يواكبون أحدث التقنيات يداً بيد، يعملون بذات الروح وبعزم يقهرون كل التحديات، ملائكة رحمة من الله بهم على كل من بين أيديهم وصل، بعطف الأهل وحنانهم يسبغون على من إليهم ارتحل، يحفظون لكل زائر الكرامة والسر، وتتجلى في سلوكهم أسمى القيم من إخلاص وصدق ومسؤولية وتفان، بهم يظل مستقيماً البنيان، معهم تستمر مسيرتنا، ولهم كل المحبة والشكر والعرفان.